اهلا وسهلا بكم من جديد في حلقات اهلا بالعرفج. اهلا بالعرفج. يا هلا والله بالسعد. ايش عندنا ذا الاسبوع؟ ها؟ ايش عندنا ذا الاسبوع؟ والله عندنا خير. كذا احسك انك تاجر شنطه. افا كيف تاجر شنطه؟ ايش عندنا يعني شوي بنقلب. نقلب والله يا سيدي ما عليك. طيب احنا عندنا شوف اخبار راح ناخذها تباعا. بس بالله ما نضيع وقتنا يا ابو سعد، ترى الماده كثيره اليوم وانا لي يومين اشتغل عليها، انت تجي هنا تشي تضيع الوقت زي الطالب المهمل اللي ضيع الحصه. طيب خلاص انبسطت على جو. تبغى ارد عليك ولا لا؟ لا 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 خليه بعدين بعد الحلقه. لا تبغى ارد عادي. لا لا ترد لا. انا يتيم يا اخي ارحمني. طيب خلينا نبدا باول خبر، مع انه والله الشباب يقولون عليكم ملاحظات بس يلا راح. ايش ملاحظات؟ ايش خلاص خلينا، اهم شيء ما تكون ملاحظات عقديه بس في العقيدة. لا ما في عقديه، العقديه لها اهلها. هي ملاحظات. طيب. تصويريه مو مشكله. نبدا من صحيفه الاقتصاديه. الفوزان جمعيات الموظفين لا تجوز وهيئه العلماء لا باس. متابع. وصف الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء الجمعيات التي تكون بين الموظفين والزملاء بأنها نوع من التقارض، فهي قرض جر قرضا وأن ذلك لا يجوز، وقال لا أرى هذا لأنها تقارض، فهي قرض جر قرضا فأنت لا تقرضهم إلا بشرط أن يقرضوك، فهو تقارض بين الجماعة فأنا لا أرى ذلك. شوف يا أبو سعد، يعني أنت لا يخفى عليك أنا من أكثر العلماء وطلاب العلم اللي يقدرهم هو الشيخ صالح الفوزان. ليش؟ رغم أنه رد عليه أكثر من، يعني دائما هو واضح في مسلكه، لا يمكن تجده، هو من العلماء القدامى اللي ماشي على الدليل ولا عنده يعني محايدة أو مجاملة لأحد. لكن أنا من هذا المنبر أطالب الشيخ صالح وأسأله، أقول له الله يحفظك أنك تعيد النظر في مثل هذه الفتوى. ليش؟ الشيخ ابن باز أجازها. أنا في بداية حياتي أول ما توظفت يا أبو سعد ما كان عندي فلوس أشتري سيارة ولا أقدر أخذ أقساط لأنك تبغى لك كفيل وكذا، فاجتمعنا 10 مدرسين وكل واحد يأخذها شهر العشرة، أنت تعطيني 5 وأنا أعطيك 5 وواحد يجمعها مدير، فعطوني 50,000 اشتريت سيارة فيها. أنا كيف حليت المشكلة؟ عن طريق الجمعية هذه، وهي صحيح الشيخ يقول جر قرضا جر نفع، بس هو ما جر نفع. الشيخ ابن باز أكد إذا أنه ما في زيادة أو نقص في، يعني كلنا ندفع 5 ولا في أحد بتضرر. إيش حلاوة الجمعية دي أبو سعد؟ موضوعين، أول شيء أنها تساعدك على جمع فلوسك، ثانيا أنها تخليك تنهض. مثلا واحد بيشتري أرض يدخل جمعية من 10,000 مع 10 أشخاص، جات له 100,000 يحطها في أرض يستثمرها بدل ما تضيع. الآن أنت في الأقساط محرمة، ما حد يقدر يسلفك، تبغى تروح تشتري سيارة بالاقساط يقول لك هات كفيل. الحل هو مثل هالجمعيات هذه، نيسر على الناس. فأنا أتمنى من الشيخ صالح، وأعرف أن قلبه كبير ويتحملنا، أنه يعيد النظر، لأنه اللي بيتشوش أفكاره هنا منه يا أبو سعد؟ الدهماء والبسطاء أنا وأنت، يعني ترى كنت وأنا من الدهماء بالنسبة للعلماء. ما زعل ترى ما. أي ما تزعل. البسطاء بيحتار مسكين لما يجي مقبل على إنه يدخل جمعية، يجي واحد شوش عليه ويعطي فتوى. الشيخ صالح، الشيخ صالح عضو هيئة كبار العلماء. بس 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 خليني أقول لك شغلة، إذا هيئة العلماء تقول لا بأس ما في مشكلة، ليش شتت الناس؟ ما تشوف الناس أساسا عندها رغبة في تروح للي يقول لهم حرام أكثر؟ يعني أنا هذا قصدي أبو سعد، لأنه تخفيف. أنت الحين قلت لك حط نفسك في أحمد العرفج 1991 أول ما تخرجت، كيف أشتري؟ ما عندي. خلات شيخ ما أبغى أتكلم عن أنه شريت سيارة، ما يعني لي ترى. لا لا بوريك فوائدها يا أبو سعد. أنت لا تقمعني يا أخي، ترى ما أحد بجبركم علي، ترى أمشي أروح القهوة أحسن. أحلى شيء موضوع ترسيخ مفهوم القمع. أيوة. إن أنا أقمعك. صار في ناس اول ما نعلن الحلقه حقتك بالله لا تقمع عليك. صحيح لا تقمع والله. انت عملت نظريه العرض والتاثير عليهم. لا والله لا، بس خلينا نرجع للموضوع يا ابو سعد. انا قصدي انه نخفف على الناس قدر المستطاع، ما دام في ديننا فسحه، والشيخ ابن باز وابن منيع وكلهم اجازوا الجمعيه هذه، واقول لك كل الناس اللي بدايه حياته واحد بيتزوج يجمعها مهر 50,000. فانا اقول نبسط على الناس، واتمنى من الشيخ صالح بقلبه الكبير وعقله الواسع وعلمه النافع انه يعيد النظر، لعله لا يربك العامه والدهماء من امثالك وامثالي. طيب من صحيفه المدينه، المفتي، طبعا الضحك مو على الخبر، الضحك على شغله ثانيه بس ما عليه. صحيفه المدينه، المفتي عرض السلع المنتهيه صلاحيتها من الكبائر. نتابع.
حذر المفتي العام رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ من الإخلال بالأمن وقطع الطرقات ونحو ذلك والغش في المعاملات والسلع المنتهية صلاحيتها وخداع الناس، لأن هذا من الفساد في الأرض ومن كبائر الذنوب، مبينا أن للذنوب والمعاصي عواقب وخيمة خصوصا كبائرها ومن أعظمها الشرك بالله والسحر. تفضل. شوف يا ابو سعد، احنا دائما ناخذ عني انا وانت اننا مجموعه شخصين دائما نحاول نركز على السلبيات ولا نهتم بالايجابيات، نحن نركز على الايجابيات التي تفرض نفسها. المفتي ما حد طلب منه يقول هذا الكلام، ولكن انا اشكر المفتي باحساسه بالناس. نحن مع الاسف يا ابو سعد كل اهتمامات الخطب واهتمامات رجال الدين على الصراع الليبرالي بين الاسلامي والليبرالي بين داعش وموضوع الاخوان، لا نحن نريد امورنا الداخليه. يعني الشيء الان لما نتكلم عن السلع المنتهيه او ارتفاع الاسعار، تحدث سماحه المفتي اكثر مره عن ارتفاع الاسعار، هذه اللي نركز عليها في خطب الجمعه. انت عندنا في السعوديه ازمات، انا اقول لك حزمه ازمات، ازمه سكن، ازمه ارتفاع اسعار، أزمة قبول جامعات، أزمة مرور، أزمة زحمة، أزمة مياه، هذه كلها المفروض تكون مادة للدعاة والوعاظ. الوعاظ الآن مع الأسف أغلبهم مشغولين بتحريض الناس ضد الشيعة أو ضد كذا أو ضد داعش، لا يا سيدي نحن خلقنا لنعيش ما خلقنا لنموت يا أبو سعد. بالتالي كل هذه الأشياء المفروض نركز عليها، المفتي هو قدوتنا الآن. بس لحظة، يعني أنا بسألك سؤال بطريقة ثانية. الحين المفتي أوقات لما يتدخل في أمور مرتبطة بعيش الناس ويكون الرأي لا يروق لك مثلا أو لا يروق لي، نقول والله هذا مو بشغل مثلا المفتي، واليوم جيدة بحكم الناس قلنا أنها، وقال هو سمحت المفتي قال أنها من الكبائر. اليوم إحنا ما راح ندخل في جدلية هل هي من الكبائر ولا غيرها، ولكن مثل هذه الدعوة هل هي الوحيدة اللي ممكن تحل المشكلة؟ أليس أدعى أن يكون في مطالبة بسن قوانين واضحة؟ طبعاً طبعاً. يكون عندنا قوانين تخلي مثل هذه الممارسات يعني لها عقوبات واضحة، ولا نضيع وقتنا نتكلم فيها ونقول للناس إنها من الكبائر إنها مشكلة. هم عارفين إنها مشكلة، نعم، وعارفين إنها لأنها قد تودي بحياة أحد، ولكن ليس أدعى المطالبة الجهات الرسمية بسن قوانين. صحيح، عثمان بن عفان له مقولة يقول إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، بمعنى إنه سن القوانين التي يصنها السلطان أكثر. لكن أنا أقول لك بجانب هذه الأشياء يعني ما عليش بعضنا كثير منا يخاف الله، يعني أنا بالنسبة لي وأنا متأكد إنك أنت وكثير من المشاهدين والمشاهدات إنه لو شاف شيء حرام ما يمكن يأخذه، يعني تهيأت له إنه يسرق شيء ما يأخذه. ففي نوازع دينية، نوازع دينية نستثمره أيضا في خوف من الله إضافة للقوانين. ما أقول إنه بس تخويف الناس، لا، هذا أسلوب وعاظ ما يمشي، لكن أيضا بالإضافة لسن القوانين تذكيرهم بالآخرة، تذكيرهم من هذا غش وهذا ما يجوز ومن غشنا فليس منا، وأنه تبرع الرسول صلى الله عليه وسلم من أي واحد يغش. هذه بالإضافة طبعا لسن القوانين أنا عندي أول، لأن النصوص إذا تركتها هي في مجموعة حروف في الكتب ما أبدا، لذلك السلطان هو الذي يسن القوانين. إضافة لذلك أيضا تركيز في الخطب وعلى كذا على قضايا الناس، على أنه يا جماعة لا حد يغش، لا حد يرفع الأسعار، لا حد كذا، يعني حط الله أمام عينيك إضافة للقوانين، ولا ما يمكن بلد بدون قوانين. لكن أنا أقول لك أن المفتي تصور لو سعد لو أنه الوعاظ عندنا والإسلاميين والليبراليين خلافاتهم حول هالأشياء، الكل يحبهم، لكن مع الأسف خلافهم حول المرأة فقط. جات المرأة، ود المرأة، جيب المرأة، غطي المرأة، حط المرأة، عزل المرأة، حجب المرأة. لكن لو أنه يعني تخاصموا الليبراليين والإسلاميين على مسألة المياه في جدة، أنها كل سنة تتكرر في جدة بضم الجيب ونعيش أيام عطش أو سير الوايتات، لو تنازعوا على حل هالقضية هذه الناس حتكبرهم وتحبهم وأيضا تقدر مطالبهم. فأنا أتمنى أنه حنا نأخذ تصريح المفتي، ومعك هو كل يأخذ من كلامه يرد، حتى لو المفتي أحيانا قال أشياء ما تعجب البعض من حقه، المفتي ليس ملزما، المفتي هو رجل له قيمة في المجتمع وهو المفتي صحيح، لكن هو هنا يتعامل مع أنه هذه الأشياء اللي هي كبائر، يبين أنها كبائر وأنا أعتبرها كبائر من غشة نفسه. لكن أنت ممكن تشرب حليب من تاي صلاحية وتموت، منين نلقى علي ثاني؟ بسم الله عليك. الله يخليك، ما أنا ما أشرب حليب. عموما صحيفة الرياض 50% من المصانع مخالفة للمعايير والاشتراطات البيئية ولا ضابط لقياس الملوثات. متابع.
قال باحثون ومتخصصون في الأنظمة البيئية أن 50% من المصانع العاملة في الأسواق المحلية مخالفة للمعايير والاشتراطات البيئية عالميا. ووفقا للباحثين فإن المملكة لا تملك ضابطا لمستوى الكربون والرصاص في المدن الرئيسية، على الرغم من ملوثات الهواء التي تطلقها المصانع والشركات العاملة في السوق المحلية. وشددوا في تصريحات أطلقوها عبر الرياض إلى ضرورة التحرك بشكل جدي لاتخاذ إجراءات حازمة للحد من الملوثات. شوف أبو سعد، عندما كنت في بريطانيا قبل سنتين ثلاثة كانت الناس تتحدث عن التلوث الإلكتروني. شوف التقدم هناك وين. التلوث الإلكتروني هو الأسر التي تسكن بجوار أبراج الجوال، هل يؤثر عليها؟ وبدأوا يدفعون أحيانا فلوس لمن يسكنون بجوارها، طبعا بنسب معينة 200 متر 300 متر. نحن هذا الخبر فجيعة، أنه 50% من المصانع، أنا ما أتذكر في أي جهة الرياض، لكن في مصنع اسمنت الناس تعبت من الشكاوى. في مصنع اسمنت كل أهل الحي تعبوا من التلوث الموجود. 50% يا أبو سعد، بعدين هنا كاتبين ليس هناك أي ضابط لمستوى الكربون والرصاص في السعودية. أنت تتكلم عن رئة، تتكلم عن تنفس، تلوث مخيف. أنا أقترح أنه كل المصانع دي تبعد في مدن بعيدة يا أخي. ليش تحط مصنع الإسمنت في مثلا جنوب الرياض أو في منطقة بهذا الشكل ويكون يؤثر على الناس؟ نفس الحكاية في جدة بالمصانع. الحمد لله نحن بلد مترامية الأطراف، حطوا في المدن الصغيرة، يعني بعيد عن المدن الصغيرة لكن حتى يساند المدن الصغيرة. مثلا في شقرة، مثلا 50 كيلو عن شقرة حط مصنع إسمنت. أول شيء تعزز الاقتصاد في شقرة، ترفع مستوى المدينة، والشيء الثاني تبعدوا عن أهل شقرة وتبعدوا عن أهل الرياض. لكن هذه إحصائية مخيف والله يا أبو سعد. نعم. هذه ترى ما يحتاج بعض الناس يقول لك أحمد وعلي يتكلمون في كل شيء. لا، أنت عندك إحصائية. لا هذا لا تعرف. أنا قاعد بالحين بسمع يتكلمون ده، هم يقولون هذا الكلام من زمان. إحنا برنامج منوع. شوف لها هذه القضية تحديدا إحنا ناقشناها في البرنامج من سنوات طويلة. نعم. وفي شكاوى الحقيقة من الأهالي، وفي حلول ولكن بسيطة، لكن الناس لا زالوا يعانون من التلوث، أما من مشاكل، يعني مشاكل هذه المصانع، وأيضا في مشاكل أخرى من التلوث اللي هو ما يتعلق بالصرف الصحي. نعم. في الرياض اللي هي العاصمة. نعم. وفي أحياء معروفة للجميع، وأيضا حتى مردم النفايات ومرمى النفايات. نعم. في مشاكل كبيرة عليه لم تحل حتى الآن. فنحن الحقيقة لما نناقش هذا الموضوع نبغى بس نذكر أنه في شكاوى وفي ناس صحتهم قاعدة تدهور يعني بسبب هذا الموضوع. نذهب أيضا لصحيفة الرياض ونأخذ فاصل ونعود بعد قليل. اهلا وسهلا بكم، لازلنا نتابع في كما عودناكم كل اربعاء حلقه يا هلا بالعرف. اهلا وسهلا بالدكتور. يا هلا والله مساعد. يا هلا. راح نروح الى خبر من صحيفه الرياض. الرقابه والتحقيق، اكثر من 127 مشروع متاخر لدى 14 وزاره وجهه حكوميه. نتابع. رصدت هيئة الرقابة والتحقيق تأخر أكثر من 127 مشروعا لدى 14 وزارة وجهة حكومية، وذلك بعد دراسة ومتابعة خطط التنمية والمشاريع التي يتم تمويلها من فائض الميزانية. ورفعت الهيئة للمقام السامي نتائج جولاتها وملاحظاتها على مشاريع تلك الجهات. وأشار تقرير هيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1434 إلى قيام الرقابة المالية بالهيئة بدراسة ومتابعة خطط التنمية والمشاريع التي يتم تمويلها من فائض الميزانية لغرض التحقق من سير تنفيذ المشاريع المعتمدة في الخطة لهذه الجهات. وأسفرت تلك الجولات الرقابية عن عدد من الملحوظات بالجهات الحكومية التي شملتها جولات الهيئة. انتظر الإذن منك طال عمرك. لا بيت. شوف أبو سعد، ما ودنا نطول في هالموضوع هذا، يعني أحيانا شرح المسألة يسيء لها. يعني لما تقول مثلا القمر منير، ما يجي واحد يقول لك يا أخي إيش معنى القمر منير؟ القمر منير جملة وخلاص، فل ستوب. هذا الخبر أنا اللي يهمني فيه يا أبو سعد إن المشروعات المتعثرة مشروعات حيوية، مشروعات تمس حياة الناس. مثلا 52 مشروع لوزارة الصحة، هذه طبعا المراجعين ما هي سيارات، يراجعون بشر صح ولا لا؟ هذا مستوصف مستشفى ما ادري ايه. 52 مشروع يجب انه يحاسبون فعلا، واتمنى من المقام السامي انه ينظر لها
بعين الجدية والحزم ومحاسبة. يعني 52 تتكلم 52 مشروع يا أبو سعد، هذا أقل شيء بيخدم أقل شيء 500 ألف مواطن. بعدين تجي 28 مشروع وزارة النقل، هذه الطرق، طرق أنت تعرف الطرق عندنا تحتاج صيانة، تحتاج لازم يحل. إيش المشكلة؟ التأخير المشروعات هذه. عندك 18 في التربية والتعليم، مدارس وما مدارس. عندك 14 في الشؤون البلدية والقروية، نفس الحكاية. خدم مشاريع التجارة، 5 مشاريع متأثرة في وزارة التجارة، نفس الشيء تمس حياة الناس. فأنا ما أبغى أطول في هالموضوع، فقط إنه نركز إنه يا ليت فعلا يكون في أكثر حزم ومدام الرقابة والتحقيق. هذا مو كلام عادي ولا العرفج، هذا كلام جهة رسمية مهتمة في هذا الشيء. نعم. نروح الخبر الخامس من صحيفة الشرق. صحة القصيم تمنع الممرضات من لبس الذهب والملابس الضيقة. نتابع. ألزمت مديرية الشؤون الصحية بالقصيم مقدمات الخدمات الصحية بمستشفيات المنطقة بالابتعاد عن لبس الذهب والملابس الضيقة واستخدام مساحيق التجميل وطلاء الأظافر، وذلك في إطار الالتزام بالتعليمات الإسلامية والنظامية المنظمة لللباس. ووفقا للموقع الإلكتروني للشؤون الصحية بالقصيم، أصدر مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور صلاح بن محمد الخراز تعميما عاجلا وهاما يتضمن انتقادات لما لوحظ من تهاون بعض مقدمات الخدمات الصحية بمستشفيات المنطقة في الالتزام بالتعليمات الإسلامية والنظامية المنظمة لللباس. أقول لك، أنا عجبني بعض الصحف كتبت اللاعات الثلاث للشؤون الصحية، اللاعات الثلاث لا للبس الذهب، لا للمساحيق والمكاب، ولا للملابس الضيقة. صحيح أنا أحترم مثل هذا الشيء وفعلا مفروض مطلوب، لكن يا أبو سعد في فرق بين أنك أنت تنهى عن شيء وتأمر بشيء. بمعنى أنك أنت الحين نهيتهم أنهم يلبسون الشيء، لكن هم سواء لبسوا وما لبسوا ليس هذا هو العمل. العمل هو أنهم يؤدون عملهم. أنا لي تجربة سابقة وتدري عنها، ويمكن كل واحد عنده تجربة، أنه الممرضات يقصرون في عملهم. ما نحتاجه بالإضافة لهذا، بالإضافة هو زرع ثقافة العمل، أن الممرضة تعرف. لا هو شوف الخبر يوحي بشيء، أنه هذا المستشفى أخذ أهم تصنيف في العالم. نعم. وخلص مشاكله كلها وما بقي المشكلة إلا هذه، مشكلة اجتماعية فقط. نعم. أول شيء يعني ما أعتقد حد يعترض على موضوع الحشمة وأنه ما في يكون في ابتذال في اللبس. نعم. لكن أنت قد سمعت أنه ما كلينك مثلا والمستشفيات العالمية اللي كل السعوديين والخليجيين العرب إذا نعم تعبروا الأثرياء قصدك الأثرياء لا واللي يجي أما اليتيم مثل يموت. في ناس بسطة يجيهم أمر علاج، وهذا خلنا نكون بس موضوعيين. نعم. في ناس يجيهم أمر علاج ويروحون يتعالجون وكل شيء. عمرك سمعت أنت بمثل هذه القرارات هناك؟ لا طبعا. مشغولين هم بالعمل، مشغولين بأرواح الناس. يعني هذا اللي أنا أكدت عليه أبو سعد، أنا أقول لك أنه ثقافة العمل أهم من هالشيء. يعني أنت تصور أنه واحدة جت ملتزمة بكل هالثلاث اللاعات لكنها جالسة ولا تلعب في الجوال، إيش استفدنا أول شيء؟ أو واحدة لابسة لبس ضيق لكنها تعمل. أنا قصدي أنه تكون الأشياء متوازية مع بعض. أوكي، المحافظة على اللبس والاحتشام زي ما قلت مطلوب، لكن أيضا مطلوب هي ليش جاءت المستشفى؟ جاءت من أجل العمل، فالعمل هو القدوة. نعم، هو الأساس. نعم. طيب نروح لتصريح الأسبوع من صحيفة الرياض. الهيئة تنفي سحب كتب العودة والسويدان من المكتبات. نتابع. نفت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صحة ما تم تداوله مؤخرا عن قيامها بسحب كتب العودة وسويدان من المكتبات في السعودية. وأكد المتحدث الرسمي باسم فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة عدم صحة الخبر جملة وتفصيلا، وقال إن ما جاء في الخبر الذي تم تداوله مؤخرا من معلومات عارية عن الصحة جملة وتفصيلا. تفضل يا دكتور. شوف يا أبو سعد، الحقيقة يعني هذا موضوع محزن، سأكون قاسي يعني على الأخ الدكتور سلمان العودة، إنه لم يطبق المنهج القرآني في مثل هذا الحدث. يعني يعرف الشيخ سلمان ويعرف أتباعه إنه إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. أنا أعتقد إنه هذا سحب الكتب وكذا مسرحية سووها يا محبين الشيخ بعلمه أو بدون علمه ما أدري، لكن قطعا استعجبت منه أبو سعد أنه مباشرة يعني كمية ناس ساخطين طلعوا في الهاشتاج وبسرعة وكأن الدنيا انقلبت. وأول شيء طلع الخبر مكذوب ولا هو صحيح، واللي سواه اعترف أنه ما سوى شيء، ولا يمكن أصلا أن الهيئة تسحب كتب في مدينة. هذا قرار
وزارة الثقافة والإعلام من كل المكتبات، زي ما حصل في أمور سابقة، حصل أنه سحبت كتب علناً وزارة سحبتها علناً، لكن تصرف فردي أو واحد كذا. أنا اللي يعني ساءني أنه في الهاشتاج انضموا الساخطين على الحكومة والمتوترين واللي عنده مشكلة واللي ما عنده قبول واللي ما عنده قرض واللي ما أخذ منحة، كلهم اجتمعوا مجرد تنفيس خبر زي كذا. طيب أوكي، الآن طلع الخبر وكذبته الهيئة، أين الاحتفال بهذا النفي؟ ليش ما أحد كتب وقال والله يا جماعة ترى كذا؟ تعرف هذا ترى يا دوب أنا لقيت الخبر هذا النفي، يعني تقريبا شبه مغيب، معناته حنا نبحث عن أي أخطاء نتمسك فيها حتى ننتقد الآخرين، ولا ما أنت معي يا أستاذ؟ لا مو مهم أنا معك ولا ضدك ولا، لكن أنا أستغرب من يعني حتى جماهير الهيئة في أوقات حتى لما تكون على خطأ يتصدون للدفاع عنها. اليوم لما هذول الناس اللي دائما يدافعون عن الهيئة سواء مخطئة ولا مصيبة، وتشوف أداءهم في هذا الحدث الأخير، تحس فعلا أنها مصيبة، في يعني في مشكلة، في تضليل للناس وثقافة القطيع يعني موجودة. وفي نفس الوقت أنك يعني الإنسان يزعل لما أحد يقدم نفسه على مر السنوات على أنه ملتزم ويعني باحث عن الحقوق وكل شيء، ولما يأتي مثل هذا الشيء المكذوب يفترض أنه يقول الحقيقة لمحاسبيه أو مريديه أو محبيه بشكل يجعل القيم الأساسية موجودة، اللي هي الصدق واللي هي مظاهر الالتزام موجودة حتى لو كان في اختلاف. يعني أقل شيء لا تتجنب، خصوصا لما تكون الجناية على وطن ولا على شيء ممكن يزعزع من وطن، والقصة مكذوبة بالأساس. نعم، وتأجيج الناس يا أبو سعد. مشكلة أنا كبيرة. يعني كنت أتمنى أن العودة يكون أثقل من كذا بكثير، يعني أثقل من كذا، أنه ما يطير بالعجاج، ولا طار بالعجاج. هو قال شيء؟ لا مو عن قال شيء، بس هو ما يعني لا هو كتب أنه منعت كتبه، وكان يعني ما كان ينفي لما نفي الخبر، ممكن أنه كتب أو ما كتب ما أدري، لكن ما وجدت الاحتفاء بتكذيب الخبر زي ما أنه زي ما نشر الخبر في البداية أنه حصل وحصل وحصل. يعني أنا أقول لك في ناس ساخطين يا أبو سعد يتمنون، الحمد لله حنا ننتقد الدولة لكن قلوبنا نظيفة، ما عندنا سخط على حد، في كمية سخط. يعني الآن أنت يا أبو سعد لو وقفت مثلا هتجد ناس ما يتابعونك ولا لهم علاقة فيك، بس مع الخيل يا شقرة وساخطين أنه إيقاف إيقاف، ويمكن بعضهم انتشفت كذا واحد سألك وأنا معاك أنه ليش وقفوك وإلى الحين موقف ولا لا، يعني ما يدري عن شيء بس سمع عن الإيقاف ولا يدري أنه كذا. فأقول لك أنه في مجموعة سخطية. أنا أتمنى يا أبو سعد أنه دائما أخبار السوء نتثبت منها، أخبار المدح وكي لو جاء واحد قال لي علي كريم أنا أقتنع ولا يحتاج، لكن لو قال لي علي حرامي يجب أن أتثبت. هذا كتاب الجرح والتعديل في علم الحديث تعلمناه، أنه أنت تحط مرة ومرتين إذا جاك أحد بكلام سوء، لكن الكلام الحسن ما في مشكلة، حتى لو كان أنه يعني أنا بقول لك والله أنه فلان يحبك يا أبو سعد، حتى لو كنت أنا من عندي اخترعتها من أجل تقريب هذه ما تضر أحد، لكن لما تكون إنسان تروج للسوء وتزيد السخط، يعني الناس واضح إن الناس ساخطة في تويتر. بس قبل أن أنهي القصة كل شو اسمه بتوجه للكاميرا بعض الناس، أول شيء لا أحد يجي بكرة يزايد علينا ولا بعد شوي، ترى المواقف واحدة، إحنا اليوم نتكلم إحنا مع الحرية، ودائما شو اسمه نسعى كثيرا كثيرا في سنوات طويله انه السقف يكون افضل، والحمد لله في فتره الملك عبد الله السقف ممتاز، ونتطلع انه يكون طبعا افضل، صحيح انه احيانا يكون في بعض المنغصات ولكن وليكن الحمد لله الوضع افضل. امر اخر، نحن مع الحريات ومع الهامش الاعلام، هامش الحريه في الاعلام يرتفع. نتحدث هنا اليوم عن شغله مهمه، ننتقد كثيرا من يتاجر بمحبه الناس، ننتقد كثيرا من يستغل بساطة الناس وقصر نظرهم، ومع العلم أنهم يقدمون أنفسهم بأنه يعني قلوبهم على ذول الناس المساكين وعلى هذا الوطن، ننتقد هذا بس يعني استغلال محبة الناس وبساطتهم. أي أمر ثاني بما يتعلق بالوحدة الوطنية بكل شيء، القواسم المشتركة اللي موجودة بين السعوديين كلهم، إحنا كلنا معها. اليوم سنستمر ننتقد الفاسدين، ننتقد الظلم، ننتقد
أي شيء يهدد ضمانة استمرار البلد. نعم. نسعى دائما أنه هذا المواطن يكون له صوت أكبر. إن شاء الله يوم من الأيام يكون عندنا برلمان منتخب بالإضافة إلى مجلس الشورى أو إلى آخره. لكن هذا الملف أبد ما أحد بكرة يجي زايد علينا حق سلمان العودة. راح نتوقف مع فاصل ونعود لكم بعد قليل. أهلا وسهلا بكم، لازلنا نتابع حلقتنا، حلقة أهلا بالعرف. فجأة أهلا وسهلا بك دكتور. راح نروح إلى كاتب الأسبوع. كاتب الأسبوع هذه المرة الأستاذ محمد اللحيد، بالكاتب في صحيفة عكاظ. نتابع المقال الذي اخترناه له. المقال الذي اخترناه لكم لكاتب هذا الأسبوع محمد سليمان الأحيدب بعنوان تزويغ الأطباء يا وزير الصحة. يقول: لا يزال بعض الأطباء السعوديين الحكوميين يتركون مواقع أعمالهم في المستشفيات الحكومية في وضح النهار ويذهبون للعمل غير النظامي في المستشفيات الخاصة والأهلية في مخالفة واضحة للنظام والتوجيهات وأخلاقيات المهنة. لم تؤثر فيهم التعليمات المشددة بمنع تعاقد المستشفيات الخاصة مع الأطباء الحكوميين لأنهم أصلا يعملون دون عقود أو بعقود خفية، وهذا جدا خطير، لأن المريض الذي يجرون له تدخلا جراحيا أو طبيا هو في واقع الأمر يعالج في مستشفى لا يتبع له الطبيب نظاما، وبالتالي فهو يعالج لدى طبيب مجهول لا يتحمل أي تبعات نحو المريض، لأن ما بني على باطل فهو باطل. معالي وزير الصحة المكلف المهندس عادل فقيه خير من يجب أن يسارع في التعامل مع هذا الملف، كونه يجمع بين مسؤوليات العمل ومسؤوليات الصحة، وعمل الأطباء الحكوميين في المستشفيات الأهلية والخاصة يجمع بين مخالفتين لأنظمة العمل وأنظمة الصحة. واقع الحال الذي يغضب طرحه الأطباء المخالفين ويسعد الأطباء المخلصين هو أن المرضى في جميع المستشفيات الحكومية لا يجدون كثيرا من أطبائهم منذ 10 صباحا وحتى نهاية اليوم، وأن التدخلات الجراحية والطبية والمتابعة تتم لهم على يد طبيب متدرب أو طبيب مقيم، وفي غياب تام للطبيب الاستشاري، وهذا جدا خطير، وهو أحد أهم أسباب تزايد الأخطاء الطبية في كل من المستشفيات الحكومية والخاصة، لأن الطبيب الاستشاري غائب في المستشفى الحكومي وقلق وخائف وغير مركز ولا مسؤول في المستشفى الخاص. الأمر الذي لا يقل خطرا يا معالي الوزير هو أن بعض من يخالفون ويعملون في مستشفيات أهلية وخاصة هم أطباء من القيادات الإدارية والطبية في مؤسساتهم، وبالتالي ضيعوا المريض وإداراتهم، فضاعت الرعاية الصحية وضاعت الإدارات وضاعت الهيبة وضاعت القدوة، وأصبح كل طبيب يقول: إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت الرقص فيرقص. الأمر جدا خطير ولن يعالجه إلا مسؤول غير طبيب، لأنهم يجاملون بعضهم وبعضهم عينه مكسورة لأنه مارس نفس المخالفة. اللهم قد بلغت كثيرا ولن أيأس من صلاح الحال. بس نعيد وكرر اللي قلت الأستاذ محمد الحيد بالكاتب في صحيفة عكاظ. نعم، هو كاتب في صحيفة عكاظ، خطأ فني بسيط ظهر لوجو الحياة، هو كاتب في صحيفة عكاظ، بس للتوضيح نعتذر منه. تفضل يا دكتور. أي تسلم أسعد. الأستاذ محمد الحيدب، يعني احنا قلنا دائما نختصر الواحد في 6-7 كلمات، ممكن أن نسميه محامي الإسلاميين وصاحب القلم الشجاع، اتين مع بعض. سلبيات الأخ الصديق محمد: أولا أنه منحاز بشكل غريب للإسلاميين وكأنه محاميهم الأول، وسأشرح ذلك. دائما تجد يعني يدافع عن أي قضية للهيئة، وهذا صحيح أنه جيد، لكن ما يمكن تكون دائما، يعني لا يمكن أدافع عن شخص طول الوقت، قد يكون يخطي مثلا، لا أدافع عنه أحيانا إذا أنه مظلوم، وأدافع عنه وأيضا أنتقده إذا كان ظالما. فمثلا هو في مقالاته الأخيرة، من يلاحظها مثلا وأنتم تشجون رأس الهيئة فقط، أو مقاله لماذا مخش عضو الهيئة رأسها، ومقال له أيضا قيادة المرأة للبيت بدلا من السيارة، هذا أول شيء أنه غريب يعني التوجه هذا منه. ثانيا، محمد الحيدب أحيانا يبالغ يا أبو سعد في تناول القضايا ويصورها وأن كبيرة الكبائر، وأنك لما تقرأ المقال تقول يا دين الله لو أطلع الشارع ألاقي الدنيا مقلوبة. المبالغة جيدة، لكن تصويرها بهذا الشكل يخرجها عن مسارها الفني. القارئ ممكن معك 2-3 مرات بعدين يفقد الثقة فيك. يجب أنك أنت يكون صراخك على قد الألم.
الألم الخفيف تصرخ بشويش، لو قرصتك الحين كل ما زيد قرص تزيد صرخ. نجرب؟ لا طيب. خلك في الحيد بقرص في الحيد. أيوة الأستاذ محمد الحيدي بحاد في طرحه أحيانا، وجميل الانفعال وجميل كما قلت لك العاطفة المتأججة والصدق، وأنا لا أشك في صدق الرجل أنه دائما يتكلم عن حرقة، لكن أيضا ترى أحيانا أنت لما أنت تنضج الطبخة وتزيد عليها العيار وذا تحترق أحيانا، يعني أنت من حيث أنك أردت أنك تطبخها بسرعة تحرقها، فاحتمال أنه أحيانا المقال يحترق بسبة كثرة الحرق أو الحرقة التي يعاني منها الأخ محمد. بقي موضوع مهم وهو موضوع أنا أعتقد أنه شخصي مع محمد، يعني قصدي شخصي بالنسبة للي يتناوله. دائما محمد يصاب بالتشنج إذا الموضوع وصل لوزارة الصحة وبالذات مصطلح مملكة الإنسانية. أنا أعتقد أنه مملكة الإنسانية هو يشعر أنه هذا التعبير أو هذا المصطلح أنه هو اللي صاغه أو هو له يد فيه، وأنه تم سلب هذا الشيء منه. أنا أعتقد لأنه إذا كتب عن الصحة بالذات أيام الوزير السابق كان حاد جدا في هذا الموضوع. عموما انتهينا من السلبيات عفى الله عما سلف، ندخل في الإيجابيات. أول ما يتخلل لمحمد وتقرأ له الشجاعة، شوف الآن هو كيف يتكلم عن زملاء والأطباء وكيف أنهم يتهربون ويعملون في قطاعات خاصة مع أنهم يداومون في المستشفيات الحكومية. وجرأة محمد أنه معروف يا أبو سعد دائما اللي يشتغل في قطاع ما ينتقده، يخاف على الانتداب، يخاف على البعثة، يخاف على خارج الدوام، يخاف. محمد ينتقد الدار وهو من أصحابها ومن العاملين فيها. أيضا من مزاياه وهذا استمرار انتقاده المستمر لوزارة الصحة، هذه تحسب إيجابية له أنه يعمل في قطاع ويطلع على خفاياه وبالتالي ينشرها. أنت تعرف أنه في بعض الإدارات الحكومية توقعك على تعهد أنك أسرار المهنة ما تفشيها، بالذات في القطاع العسكري أنت لو تطلع لو تقول معلومة ما عرفتها إلا لأنك في هذا المكان تحاسب عليها وممكن تسجن. فمحمد يواصل عزفه على جراح وزارة الصحة رغم أنه أحد العازفين وأحد الموظفين فيها. المحافظة من مزايا محمد المحافظة على وحدة المقال، يعني شوف الحين المقال واللي تو قرأناه ما تجد فيه إضافة عن طلوع عن المقال أبدا، المقال من الألف إلى الياء يتكلم عن هروب الأطباء وقت الدوام، ما عنده أبدا موضوعات أخرى أو تشعبات أو استرسال أو استطراد زي الجاحظ، لا هو to the point وخلاص. محمد الحيدي الكاتب يحترم قلمه ولا يجعله إلا فيما يعرف، وهذه ميزة للأخ محمد أنه مثلا ما تلقى يكتب عن الأخوان المسلمين المدري كذا، لا هو هموم الإنسان البسيط القضايا المجتمع اللي عنده وبالذات الصحة. يعني أنت كل ست مقالات تلاقي واحد أو اثنين عن الصحة، وجيد أنه يكتب متخصص لأنه هو شخص للأمانة إذا جلست معه يقنعك في الفساد اللي في وزارة الصحة ويقنعك عن الأخطاء ويعطيك طرق الإصلاح. آخر شيء مداومته على فكرة قالوا وقلنا، هذه يسويها مرة في الأسبوع حلوة الجدل، يجيب مثلا تصريح مثلا لوزير الثقافة والإعلام يقول سنمنع الكتب التي مثلا تخالف العقيدة الإسلامية، يروح هو يقول قال كذا وقلنا ما هي الكتب، ما مفهومك للمخالفة أو ما مفهومك لمخالفة العقيدة مثلا، يطرح سؤال على تصريح المسؤول. عندنا دائما خلاصة القول، أقترح على الصديق العزيز الكاتب محمد الحيدب ألا ينجرف وراء فكرة التيار، ولا يعني لا تكون أنت مع تيار، خليك أنت مع فكرة، يعني بمعنى التيار أنه دائما معاهم معاهم عليهم عليهم، لا تخلص من التيار، لا تدافع عن تيار، دافع عن الحق أينما وجدته سواء كان مع الهيئة أو ضدها. ودائما أتمنى أنه يكون يعني أشد على يديه وأنه ما يعني ما يتحمس لبعض القضايا، لأنه أحيانا أبو سعد الإنسان لما يتحمس على قضية ويكتشف بعد كم سنة أنها خطأ يندم. لذلك جورج برنارد شو له مقولة جميلة، قالوا له هل أنت مستعد أن تموت من أجل أفكارك؟ قال لا. قالوا ليش؟ قال لأني واثق من حياتي ولست واثقا من أفكاري، أنا عايش الآن أمامك لكن بكرة ممكن أن أغير فكرتي، يعني الحين أنا معجب فيك بكرة ممكن أغير فكرتي، أني ماني معجب فيك أبو سعد. طيب غير ولا يهمك. راح نروح دكتور إلى بيت القصيد هذا الأسبوع. أي والله مسكين بيت القصيد اللي كان سمعناه أسبوعين، ولذلك أبغاك تعطيني دقيقتين، دقيقة الأسبوع الماضي والدقيقة الأسبوع هذا. تفضل. الله يحفظك. شوف يا أبو سعد بيت القصيد فكرته أنك أنت تجيب بيت شعر يكون فيه فكرة، هو البيت بحد ذاته فكرة. فبيت اليوم يقول وكل الناس كل الناس مجنون ولكن على قدر الهوى اختلف الجنون. يعني يا أبو سعد تراك أنت الحين على الكرسي، ترى لا تحسب أنك مجنون، تراك مجنون بس عاد شوف الجنون فنون أقله 70
ايش الجنون؟ يعني انت لما تشوف واحد يشتري مزاين الابل ب 15 مليون هذا في نظرك مجنون، لكن ترى هو مجنون في هذه السلعه. لما انت تشوف ناس عندهم حركات غريبه، واحد يقوم الظهر مثلا في عز الشمس يقعد في الصحراء تحت الحر كذا مبسوط، هذا جنون. واحد مثلا عنده ولع بالكتب، يشتري كل كتاب ويروح يتسلف فلوس عشان يشتري كتب، هذا جنون. فهو يقول وكل الناس مجنون ولكن على قدر الهوى اختلف الجنون. طبعا فكرة الجنون الناس أخذين عنها فكرة سيئة، لا، هي نوع من الإبداع. لذلك نزار قباني يقول إن الجنون وراء نصف قصائدي، أوليس في بعض الجنون صوابه؟ صواب، شوف جميل، في صواب ترى أحيانا. لأن ترى لجأك الواحد كذا ما في جنون شيء ذكي، واحد شعر شعبي شي يقول قالوا هبيل قلت بالحيل بالحيل، هبيل جد ولا صحاوة رخامة. يجيك واحد والله صح وكذا بقاعد جالس كذا بتشنج، ولا الجنون جميل بس في مواضعه. طبعا طبعا. انت ايش تقييمك لنفسك يعني؟ لا انا مجنون كامل الحمد لله، وافتخر باني مجنون. من النوع الفاخر؟ ها لا مو الفاخر، بس ما تحس انك دفع امامي اوقات؟ الله انا ما افهم هاللغه. شاه يا شباب؟ لا شاه. بعطيك شاه بس يجي. لا 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 مساعد، خليني في المدرسه. لا ليش تهرب؟ انت ليه تهرب؟ طيب لا ما اهرب، بس ما ابغى اتكلم الا في حدود عمل. انتم مستاجرين يتكلم في العمل رجاء. ما عاش من استاجر. طيب نروح الى مزاين الكتب الحرفيون في جده. والله يا ابو سعد شوف هذا الكتاب اول شيء، يعني شوف اول شيء يشوفون الشباب هذا الكتاب، اول شيء في فنه في مجاله. أنا أعتقد في السعودية ما في كتاب مثل هذا، يعني هو تناول الحرفيون في جدة من الألف إلى الياء. أنا قلت لك من 3 أسابيع أني بدأت أدخل في قضية كتاب الأسبوع وفي قصة لورا، والقصة أعرفها وارويها قبل لا أموت عشان تروونها فيما بعد وتكون وثيقة. طبعا الكتاب زي ما قلت لك، في يعني أنت لما تروح بريدة ما تلاقي كتاب الحرفيون، الرياض ما تلاقي هذا، لا بالوثائق صورها. خلينا ندخل في قصة الكتاب. والحقيقة أني اليوم أجريت يمكن 7-8 اتصالات من أهل جدة اللي يعرفون بواطن الأمور وشرحوا لي عدة روايات. الكتاب هذا جلس 2 سنين يا أبو سعد في وزارة الثقافة والإعلام. الجلسة الأولى بسبب أنه لما نتكلم عن الحرفيين في العرابجة، العرابجة اللي هم يمثلون الآن سواق الليموزين، سواق النقل الجماعي. ناس طبعا تعرف أنت عربجي هي عربة مضافة لها جي، دائما الجي في اللغة التركية تعطي مهنة، يعني بدل ما أقول مكوى مكوجي، حلو، بندق بندجي مثلا، اللي بيع الملاعق خاشقجي خاشوقة خاشقجي مثلا، هي نسب. فالعرابجة هذولا كانوا فئة من الناس ينقلون بضايع الناس، أقرب ما لها قلت لك النقل الجماعي، العربات هم العربات عربجي. أي كان في من الأسرة الكريمة هذه، وهي أسرة كريمة، والوظيفة أنا ما أرى فيها شيء، احتجوا على الاسم وطلبوا من وزارة الثقافة والإعلام حذف المهنة كلها، فحذفوها، انتهينا من هذا الموضوع. جاء الكتاب فسح، صارت مشكلة أخرى، أنه الأخ الأستاذ وهيب كابلي كما سمعت أنه الشيخ إسماعيل بدود هو الذي جهز المادة واستعان بالتجار بالصور، لأن الكتاب مليء بالصور والوثائق، وأعطاه للأستاذ وهيب. الوهيب تفاجأنا أنه نزل الكتاب باسمه فطالبوا بمنعه. لذلك أنت تجد نسخة فيها اسم الأستاذ وهيب كابلي ونسخة ما تجد فيها اسم وهيب كابلي. شايف؟ هذا يعني فعلا قصة. وأنا أتمنى الآن الأستاذ وهيب ما زال على قيد الحياة الله يعطيه العافية، أتمنى المختصين في جدة يحسمون أمر الكتاب ذا عن طريق أنه لماذا تأخر ومن الذي جمع مادته، لأنه مادته ثرية بالصور. لكن أيضا الكتاب هذا ملاحظ على ملاحظات، هو أهمل 4 مهن اللي أنا استقصيتها من كبار السن في جدة. العرابجة طبعا بسبب قانون، بعدين في مهنة اللي يشيل القمايل، قممجي يسموه، قممجية، القممجية تجاهلهم تماما ويبدون نفس الغرض، أنه الأسر وهي أسر معروفة في جدة تمتهن هذه المهنة. أيضا مزين الغنم، كانت في مهنة مزين الغنم، تعرف الصيف يجيبون الغنمة يحلقون لها شعرة يقصقصون ظافيرها زي الكوافيرة بس للغنم، أيضا هذه تجاهلها ما أحد جابها. في النزاحون، النزاحون ذكرها الأستاذ أحمد محمد صادق ذياب في كتابه جدة التاريخ والملامح الاجتماعية، ذكرها على استحياء. مين النزاحون ذولا؟ اللي يزيحون الصرف الصحي من البيوت، يشيلونه بالعربات يرمونه، أيضا شالوها. أيضا أهملوا مهنة وهي الصرماتية، تعرف السوري يقول الجزم اللي يلمع الجزم وكذا، أهملوها. أنا يبدو لي أن هذه مهن أنا ما أشوفها حقيرة للأمانة، لكن أصحابها الأسر التي تنتمي لهذه المهن هم الذي طلبوا، وبعضهم من باب نزع يعني درء المفاسد سد الذرائع ألغى الموضوع. أنا أرى أنها حق تاريخي،
أوكي نحن لا نكتب الأسر، لكن اكتب المهنة، ما هي المهنة أساس تبقى ورث تاريخي. إذا أنهم يتحفظون، مع أني قلت لك والله عربجي أنا أعتبرها مهنة شريفة، تمثل سواق تاكسي الآن، سواق نقل جماعي، سواق ليموزين، نفس الحكاية الصرماتية، مو هي بأخي إن الإنسان يكون. طب الكتاب إيش رأيك فيه إجمالاً؟ لا لا الكتاب قلت لك يستحق القراءة، وأنا هذا الكتاب ترى بهدي لك بالمناسبة عشان إنك تعرفك تحب المهن، ويمكن تصير في معهد تدرس في معهد التدريب المهني. أيوة صح. لكن والله يا أبو سعد للأمانة الكتاب ثري في المعلومات، أنت بس لو تستعرض، شوف لو تستعرض بس الصور لحد ذاتها، شوف جرة الفول مثلا، وبعدين الأسقة الخاسكية جاب كل الأسواق. هذا اللي لفتك بس جرة الفول الشاهي وين يعني. لا يا أخي سعد أنت أنا ما قلت لك شوف جرة الفول. لا يعني أنت لو سردت وعملت سرد تاريخ وعين شوي نطيت على جرة الفول. الله يسامحك والله حب الفول. طيب. أنا صراحة حب الفول وأعتبر مصادر السعادة إنك تسكن في جدة وتشجع اتحاد وتأكل فول وتسمع فوز المحسوم. عندك اعتراض؟ أنا هذه سعادتي. طيب الحمد لله. ولا بعد حتحاسبونا على السعادة؟ لا لا بالعكس خلاص خش في خط الخط هذا حق الفول. ادعاء لا ادعاء البساطة وأنا لقمة من العيش تكفيني إلى يوم تكفيني ولذتي قهوة نعم وتعالي نزرع النعناع في فم الأيام في فم الأيام. مدري ليش ما قال حبق يعني حبق. نرجع الموضوع أنا عبارة طبعا. الأسبوع مدني ومديني. أيوة يا أبو سعد شوف في خطأ بسيط، أنا دائما شوف المتنبي يقول ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. يعني أنت تقدر تتمم عملك بس ما تتممه. دائما الناس إذا قالوا مدينة ينسبونها المدني أحمد المدني، وهي خطأ، لأنه المدني نسبة إلى المدنية، قال الدفاع المدني نسبة إلى الحياة المدنية، بينما المدينة ينسب لها المديني. يعني أنت تقول أحمد العرفج المديني الذي سكن المدينة وتديرها واستوطنها المديني، فأنا أتمنى أنه ننتبه لها. لا بس بسيط. بس كيف مثلا عائلة مدني اللي هي من المدينة مدني؟ طيب نسب خطأ حد تعلمهم في نسب؟ لا مو علمهم في نسبهم، نسبوا خطأ، بدأوا خطأ. اللي بدأ خطأ حتى لو مشى 100 كيلو، أنت الحين لو بتروح المكة ومسكت طريق القصيب لو مشيت 2000 كيلو ما حتوصل مكة. خلاص قل للأستاذ ياد مدني يروح. وايضا طبعا وياد مدني تخوفني انه وياد مدني ونزار مدني لا بس تخوفني هم من عيال المدينه. انت الحين يا سيدي انا اتكلم عن النسب اللي درسناه في اللغه العربيه كيف تنسب الى الاشياء. الله يهديك. واحد اسكو واحد من حضرموت كيف تنسب له؟ تقول حضرموتي؟ كيف ما حضرموتك هو؟ لا حضرمي. شفت صار في فن في النسب. ما تقول مديني، ما تقول مدني، تقول مدينه. حتى لو وياد مدني انت تخوفني بياد مدني يا اخوي. ما اخوفك ترى احنا ما نخاف الا من الله بس. اسمع ترى على فكره ترى شرحك سرع. أنا ما مشكلة مو بأنه أنا أقول لك أنه دول الناس من عيال المدينة وجهها هم مدني ومن أهل المدينة وأجدادهم كل شيء، وبالتالي أقول إذا ذولا هم يعني نسبهم كذا مو معقولهم مخطئين أو تصح. لا ما هو حكاية خطأ، هو يمكن يعني مو بأنك تخفيف، أنا بس أستدل. إيه ممكن يكون جدهم مثلا ما أخذ تضلع بالعربية كما تضلعت أنا، تضلعت الآن متضلع فيها داخل فضلوعي، ولا يعرف انه هذا النسب له كذا. ترى في باب النسب، يعني مثلا طنطا ينسب لها طنطي طنطوي طنطاوي، ثلاثة جهات نسب. طيب فما نبغى نضيع لغه عربيه. طيب بس طيب نروح الفتوى هذا الاسبوع من كتاب. وين الفتوى؟ صح من كتاب كتابكم اللي هو كتاب الغثاء الاحرى في لم طرائف الفتوى تحريم كره القدم ومشاهدتها. هذه فتوى من اللجنه الدائمه للافتاء، يعني ما هي كلام علي ولا هي كلام فريق الاعداد اللي عندك اللي احيانا يجيبون لي شاهي واحيانا ما يجيبون شاهي. سألوهم السؤال. فريق الإعداد مو بشغل تجيب لك شاهي بس للتوضيح. طيب مين اللي يجيب هذا؟ خلاص أنت فاضي شكلك بالله يجيب. لا لا عنده شغل. أنت ركز الدكتور بالله في شغلك. طيب. لا تضيع وقتنا. طيب شوف يا سيدي لطفي شباب أعطونا شاهي. السؤال شاهي. ما حكم عشان لا أحد يقول أحمد يتريق ولا أحمد، ما حكم مشاهدة مباريات كرة القدم ونحن مقبلون على كأس العالم؟ والله يوفق أصحابنا تركي وعبد الله والشباب اللي راحوا هناك للتغطية. الجواب كرة القدم. بلا خليك معي بس تفضل احنا نشاهيك بس تكلم على الطاوله. انا قاعد اتكلم على تفضل يا دكتور تفضل حبيبي بالله لما تجيب ولا تشوش حط وروح. ها لا شوف الجواب كرة القدم حرام، وكونها على ما ذكر من كأس او منصب او غير ذلك منكر اخر. يعني اذا كانت كرة القدم حرام واذا كانت على بطولة وكأس فالحرمة اكثر. فاذا كانت الجوائز من بعض اللاعبين فهذا قمار، اذا كان لاعبين اهدوا لاعبين فهذا قمار، وإذا كانت من جهة أخرى فهي حرام لكونها مكافأة على فعل محرم، وعلى هذا فحضور مباريات كرة القدم محرمة. حلو؟ هذا الجواب، هذا جواب. الجواب الثاني جاء الجواب إذا كان الدخول للملعب لا يترتب عليه رؤية، خليك معي، رؤية للعورات أو ترك للصلاة فهو مباح، ولكن الأفضل ترك ذلك لأنه من اللهو المنهي عنه.
يعني يا ابو سعد انت لما تروح مباراه الاتحاد هذا لهي لا وانت ايش رايك الفتوى معها ولا لا؟ انا اقول انه شوف يا ابو سعد احنا لازم نقرر انه الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان. يعني مثلا جاء فتوى لو ترجع الفتاوى ابن ابراهيم مثلا تلاقي التطعيم ضد الجدري وكذا حرام، الان هو اصبح واجب انك انت ما تسجل ولدك في الاحوال المدنيه او بنتك لين تجيب اثبات انك طعمت. شوف الفرق بين الثنتين، الميكروفونات كانت حرام، الان انت بس لو تقول للمؤذن بالله ارخص صوت شوي قال لك انت ليبرالي وانت علماني وانت ضد الدين وانت ما تبغى. شوف يرفعون صوت محمد عبده وساكت وحنا لا اله الا الله مزعلتك. طيب فاصل ونعود لكم بعد اقل. أهلا وسهلا بكم، وصلنا إلى فقرتنا مع الدكتور أحمد العرفج في هلا بالعرفج. المقاطع نأخذ أول مقطع. والله يا ابو سعد شوف، تعرف لما تصير انت ما قد بعت مواعين يا ابو سعد؟ انا كنت اشتغل وانا صغير بمحل مواعين، ومره طاحت القدور على بعضها، شفت لما الصوت اللي لما طاحت القدور على بعضها زي هذا. لا بس هذه شوف هذه اغنيه الجسمي تعرف حقت الانتخابات. ايوه حقت الانتخابات هي. لا بس هنا هي ما كانت واضحه حقت. لا الاغنيه واضحه بس شفت كيف تفاعل السعوديين معها. ايوه بالشمغ وبتلطمين ويرقصون. ايوه طيب ناخذ اللي بعدها. شوف ابو سعد اول شيء جميله الاغنيه الفرنسيه ذي، بعدين يا اخي انا كنت اعتقد ان البارتيشن خاص فينا، لقيته حتى بين شوف هنا المهره وش اسمه هذه الفرس والخيل قاعد يحن عليها وياكلها، شفت الرومانسيه ابو سعد؟ لذلك انا اقول الرومانسيه والفروسيه لانه يبدو لي في احد محبوس وواحد. ايوه طبعا، ولذلك شوف تعلموا الرومانسيه من الحيوانات، قلتها من سنه ما حد سمع كلامي، شوف كيف قاعد يجيب لها العلف ويعطيها وهي تاكل، ويعني قمه الاحساس. يقول لك انه انسان والله حيوان ما عنده احساس، بالعكس هو الحيوان هو ابو الاحساس، الانسان اللي ما عنده احساس. خلاص تتماسك دكتور. طيب بدون الموضوع موضوع يخصك شوي يعني تتابع المقطع اللي بعد. تستحق التصفيق. شوف ابو سعد هذه ينطبق عليها انه حملني الحمار حملني دهرا وحملته يوما. الغريبة هو من باكستان، لكن والله أنا قريت قبل كم فترة تقرير منظمة الحيوان العالمية قالوا أنه
أعمار الحمار في باكستان وفي مصر 8 سنوات، في بريطانيا 40 سنة، وأرجع هذا إلى سبب سوء المعاملة. لكن هنا والله ما هو واضح سوء معاملة، بالعكس هو شايل الحمار يبي يصعد للدور. ما تعرف شو المصير اللي فوق وشو؟ يعني قصدك هو يصعد فوق حتى الركل الأعلى. طيب نأخذ المقطع اللي بعده. زيارة إبراهيم، كلنا سمعنا وعرفنا إيش صار في زيارة إبراهيم، شاب منوم في المستشفى غرد في تويتر وقال إنه هو الحال وما حد بيزوره حتى أهله قاطعينه. خلال ساعات انقلبت الدنيا في تويتر وتوجهوا له يمكن المئات ويمكن الألوف ببقات الورد. من العدد المهول وزارة الصحة وقفت الزيارة عنه بسبب يقول لك إيه لازم يجيب إذن من أهله، هيشوف التخلف. عموما اللي صار في زيارة إبراهيم ده يثبت لنا حاجتين: الأولى إنه إحنا فعلا شعب شقيق لبعض ومع بعض، ثانيا يلي بتحاول تنخور وتطبخ من زمان بين الشعب السعودي عشان تفرقهم لا تحاول، تغريدة لمتنا تغريدة، ما عاد بالك لو زعلت أحد مننا. يعني رسالة جميلة يا أبو سعد، رغم أنه الممثلة ترى صديقي يعني عندي رقم جواله شايف، فرسالة جميلة. وأنا أعتقد فعلا موضوع إبراهيم أنه ما زلنا نحن فينا خير، صحيح أنه كان فيها شوية دعاية شوية كذا، لكن يا سيدي خلي الدعايات بالخير أفضل ما تكون الدعايات بالشر، صح ولا لا؟ يعني في واحد مثلا مسوي ندوة ببيته كذا، قال لك يا أخي يبغى الجاه ويبغى الوقت، ما يخالف مسوي ندوة أسبوعية بيعزم الناس ويوزع كتب عليهم وبتلقى أكل وبتلقى سواليف وتلقى كذا وفاتح بيت، وأفضل من النادي الأدبي. النادي الأدبي بالحكومي بدعم حكومي ومقصر، إذا واحد من القطاع الخاص فتح وليكن، كلنا نعم. كلنا لنا أهداف يا أبو سعد. نعم نتابع المقطع. شوق يدفعني لأراك أمي ذكرى لا أنسى، شوق يدفعني لأراك أمي ذكرى لا أنسى، صيف الحرام بالتلبية أمي أمي هذا أعتقد أنه مسلسل كرتوني اسمه أنا وأخي، بس غيروا لقاع خليجي خلوه. أي والله بس مساعد تشرايك شيء جميل يعني ما في أحيانًا ترى ما في تعليق. الابتكار مهم دائم. ابتكار وبعدين طيب. أعتقد فيه كلمات جميلة في المسلسل. نأخذ أيضا المقطع. جلّا حيا أرحبي ثم أرحبي ثم أرحبي مليون، والله البيت بدونش، والله البيت بدونش ما لح. شوف يا أبو سعد، يعني هو واضح فرحة بأمه، الله يحفظ لك أمك وأمي وكل أمهات المشاهدين والمشاهدات، وهم الخير والبركة الأمهات. لكن أنا أحترم عادات أهل الجنوب وأحترم عادات أهل الشمال وأهل الوسطى وأهل الغرب وأحترم عادة الأمريكان أيضا، لكن أنا أعتقد في بعض العادات يجب التخلص منها يا أبو سعد. يعني حمل السلاح بهذا الشكل وانت تقرأ في وسائل الإعلام أحيانا كذا حفلة كذا حفلة زواج حصل فيها اطلاق نار بالخطأ على شخص وكذا ويتحول الفرح إلى ترح، أنا أعتقد أنه كان بإمكانه أن يهدي الأم مثلا بوكي وردي يوم عادت ويعطيها ساعة ثمينة ولا عقد الماس. الحين هذا اللي يرمي هذه الروح توقع انه فاضي الورد، يا اخي خلوه يعبر براحته. لا 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 في ضرر على الاخ، اول شيء تلوث البيئه، لا اول شيء ازعاج، انا ازعجت لا لا رمى رمى في الهواء وحاله التعبير. افرض مر عصفور يا اخي، افرض مر عصفور، افرض مر عصفور، افرض لا افرض يا اخي الحياه افرض تقعد تفتر. لا لا افرض مر حمامه بالعكس. لا يا اخي عبر بس، شوف يا ابو سعد حريتك تنتهي حيث تبدا حريه الاخرين، افرض حمامه طاير من السماء ضربها بالله انت يرضيك؟ والله انا لو بقعد بالمنطق هذا ما سوى حلقه. لا 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 والله عناد، والله افرض ان عرفه جاي وصار له حادث في الثلاثين. لا 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 في فرق بين ممارسه الفعل، انت عارف ان هذا شيء خطا بس والله بس تبغى مستانس ومستحي تبغى تسجل موقف عند اهل الجنوب. انا لا ما لها علاقه. لا لا اخي ليش الاطلاق يا اخي؟ تحياتي وتقدير له، انا حر انا مبسوط منه راي انا من طيب. ناخذ سولو بريك.
أغنية الأسبوع يا قمر تسلم لي عينك غناء طلال المداح الله يرحمه، كلمات لطفي زيني الحان عبد الله محمد. تفضل يا دكتور. يا أبو سعد شوف للأمانة لطفي زيني هذا من الناس الموهوبين اللي لم يأخذ حقه. الله يرحمه توفي زوجته قمر التونسية ما زالت عايشة الله يعطيها الصحة ولا، وكتب فيها أجمل الأشعار اللي غناها طلال المداح، ومن هذا النص يقول يا قمر تسلم لي عينك إيش حصل بيني وبينك حتى عن عيني تغيب، يا قمر شوف الحبايب كل واحد له رفيق إلا قلبي ما له صاحب ماشي وحدي في الطريق، يا قمر الحب نعمة للي عايش فيه سعيد أي كلمة أي همسة سحري مفعوله أكيد. شكرا يا دكتور. أحب أنوه أنه روتانا خليجية وروتانا موسيقى بعد نهاية برنامج يا هلا تنقل لكم حفل كبير لأمير الطرب وأمير الغناء العربي الفنان الكبير القدير عبد المجيد عبد الله بعد نهاية هلا مباشرة. سنبقى مع يا قمر تسلم لي عينك، ألقاكم يوم الأحد بعون الله، يلقاكم زميلي خالد العقيلي غدا في أمان. حتى عن عيني تغيب يا قمر اسمر معانا زي ما كنا زمان، سرك الغالي أمانه جوا عيني له مكان، يا قمر اسمر معانا زي ما كنا زمان، سرك الغالي أمانه جوا عيني له مكان، يا قمر تسلم لعينك يا قمر تسلم لعينك، ايش حصل بيني وبينك حتى عن عيني.